رغبة الكلمة هيقول لك عليها غيري. أعرف كل ما جرى، وأعرف ماذا كان يتم في السجن الحربي وكنت فيه. أقول تاني، وكنت فيه، وأدري اليوم اللي وقف فيه حمزة البسيوني على الكل، وجمع ورق كوم كوم كبير مصاحف وحرقوا بالنار، وديني حرقته علشان تبطلوا تبطلوا زن يا ولاد الكلب. رأيت هذا أنا، عايز أقول إيه؟ رأيت هذا بعيني. حتى لا تقولين أنت بتتكلم بدون ما عارف. عارف أن أمتنا أرادوا بها ما أرادوه. وكنت تقدر تتكلم هذا الكلام؟ كنت تقدر تقوليه؟ يجمع 1400 واحد ينزلهم ويلم برا من المصاحف تنزل تتحرق أمام عينينا، ويقول بالحرف الواحد أدينا حركته عشان تبطلوا زن يا أولاد الكلب. وتعجبي جدا لآية الله في حفظ القرآن. كل اللي طالع على السلالم بعد ما جرى هذا قارئ واحد، قارئ واحد، والله العظيم ما أدري مين اللي نطق بيها. إنما تراعي حيدخل فلان وفلان ودول عارفهم حافظين القرآن، أرجع أنا وأسيبهم. وظلت الزنازين فيها حفظ القرآن كله بدون مصاحف. تقولي لي مش عارف؟ عارف كل حاجة.